السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنشوف مع بعض حيلة لذيذة في الباوربوينت، وهو ان انا ممكن احط صورة واعمل زوم كل مرة على جزء مختلف بشكل ظريف ولطيف هيعجبكم في البرزنتيشن ان شاء الله. طيب خليني اقول له انسرت واختار صورة. انا لسه مش حاطط في دماغي احط اي صورة، هقول له صورة من الجهاز عندي. وليكن مثلا المشروع دوت، تمام. انا بقى عايزه مثلا يجي مرة هنا ومرة هنا ومرة هنا ومرة هنا. طيب عملت دوبليكيت من الصورة ديت، وادوس كنترول مع البقرة بحيث انها تيجي كده. هكبر الصورة ديت اهي بالشكل دوت، بحيث ان هو بقى فيه جزء هنا بس هو اللي ظاهر. طيب الصورة دي هعمل لها دوبليكيت، والمرة دي هطلع بيها لفوق، وبعد كده دوبليكيت، بالشكل دوت. طيب خلينا نلغي ديت، ولما ادوس اف 5 بيتنقل بس بالشكل حلو. لا احنا عايزين شكل حلو، فكل اللي انا اعمله ان انا هعلم عليهم كده واقول له الحركه الانتقاليه هتبقى مورف. احسن افكت للموضوع ده مورف. اف 5 كده، دي الشريحه رقم 2، دي الشريحه رقم 3، الشريحه رقم 4، الشريحه رقم 5. وتقدر تحط كلام هنا وكلام هنا مختلف، بحيث ان ممكن تكون صورة كبيرة وكل مرة بتعمل زوم على جزء من الشغل. يعني خلينا نعملها بشكل اخر، تمام. نعمل واحدة جديدة خالص، اقول له هنا نيو والغذيت، واجي على دي واحط صورة تانية. هختار صورة كده كنت بشوفها وانا بقلب، تمام، الصورة دي. دي الصورة الأولانية فهتبقى معمولة بالشكل دوت، تمام. طيب الصورة التانية هعمل كأن انا عملت زوم على الراجل اللي هو دوت. الصورة ده من فيلم اسمه رجال الآثار، كان بيتكلم عن ناس بتحاول تنقذ الآثار أثناء الحرب العالمية التانية. طيب هاخد الصورة ديت وهعمل منها دوبليكيت، والصورة اللي تحت، تمام، اللي تحت هديها مؤثر من ديزاين، لأ من كان في مؤثر بيديها لون معين أو افكت أهو. بقت ابيض واسود، والصوره بقى اللي فوق هديها مؤثر مختلف الا وهو الكروب، واقول له كروب باي. يعني نخليها مثلا شكل من الاشكال اللي هنا زي كده مثلا اهو، اقول له كروب، تمام، بحيث ان انا اخلي الراجل ده بس هو اللي ظاهر عندي بالالوان، والباقي كله ابيض واسود بالشكل دوت او معمولين بالرسمه دي، تمام. طيب بعد كده هاخد دي كده، والمره دي هعمل اغير التاثير واقول له كروب، اقول له لا ده انا عايز بقى المره دي ايه، هنغير الصوره كلها ننقلها، وديت هقول له لا ده انا عايز كروب. الصورة اللي هي اللي فوق هقول له لا ده انا عايزك بقى المرة دي تعمل زوم على واحد تاني خالص، تمام. فبقى عندي دي مرة ودي مرة تانية، تمام، وهكذا. طيب وبعد كده هناخد المؤثر اللي هو مورف وندوس اف 5. دي اول لقطة،
تاني لقطة زوم على دوت وخلاه يظهر باللون تاني وهكذا. تقدر تعمل شوية حيل جميلة جدا بالحاجات اللي احنا اتعلمناها.